اللعيبه رجاله، وبشكر الجهاز الفني، وبشكر الاداره عامه ككل. كنا ماشيين بمنظومه واحده، وكنا مركزين وعارفين احنا عايزين ايه، وكان الهدف مننا ان احنا نوصل للسيمي فاينال، وان شاء الله نبدا نركز من المباراه اللي جايه اكتر من الاول. ده يحط عبء علينا وعبء على الفرقه ان احنا نبقى مركزين اكتر من الاول. لو كان في اخطاء في الاول نصلحها ونحاول نراجع نفسنا، فده يخلينا ان احنا الماتش الجاي ان شاء الله نحاول نطلع كل اللي عندنا، ونثبت للناس ونثبت للجمهور ان احنا قادرين نوصل للفاينل. بس ده مش هيجي بالكلام بس، طبعا هيجي بالمجهود والتركيز في المباراة. وده هيبتدي من النهارده وابتدى من امبارح، بس طبعا مفيش وقت راحة بين الماتشات ان احنا نعمل ريكفري. بس الواحد مع الكوتش طبعا بيحاول يعمل ريكفري على قد ما نقدر، ونحاول نرجع نبقى فريش تاني للمباريات. فان شاء الله المباراه الجايه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، لان احنا لعبنا بالميرس قبل كده السنه اللي فاتت، فهيبقى مباراه صعبه جدا، وهنبقى محتاجين التركيز اكتر، لان هم هيبقوا دارسينك وانت دارسينهم، فالموضوع هيبقى صعب، ونتمنى التوفيق لنا ان شاء الله. وزي ما انا قلت قبل كده ان لعبناهم قبل كده السنه اللي فاتت، وفي نفس الوقت في حاجات طبعا بتتغير، وفي لعبه جديده بتخش، وفي لعبه بتخرج، فالكوتش بيحاول يمشينا على سيستم ان احنا نمشي بيه. موجود اللعيبه الاساسيه، او موجود اللعيبه زي ما قلت قبل كده ان مفيش فرق بين الاهلي، بين اساسي واحتياطي، كلنا بنمشي على سيستم ماشيين بيه. فده السيستم اللي الكوتش بيحاول يحطه، واللعيبه اللي بتخش او بتخرج بيمشوا على السيستم ده. فاحنا ماشيين بالسيستم ده في التمرين، ايا كان مين اللي يلعب او مين اللي ما يلعبش، فهو بيحاول يدينا الدفعه ان احنا نبقى مركزين في الماتش كويس قوي، ونعمل اللي علينا بحيث ان احنا نبقى موجودين في الفاينل ان شاء الله. لا طبعا كنا قبل المباراه كنا عاملين حسابنا كويس قوي ان هيبقى فيه متواجد الجمهور الاهلي العظيم في الامارات، لان كان في بنشوف احنا على السوشيال ميديا وبنشوف حاجات ان الجمهور هيبقى متواجد. ده بيدينا دفعه قويه جدا، زي ما شفتوا اول مباراه لينا كان كل واحد زي ما قلت ان هو وحش الجمهور، او وحش احساس ان في جمهور في الملعب بيبقى واقف جنبك زي ما انت قلت كده. بالنسبه لنا احنا ده اللاعب الاول مش اللاعب ال 12، انت قلت اللاعب ال 12، فبالنسبه لنا الجمهور ده رقم واحد، هو اللي بيدينا الحافز، وهو اللي بيدينا الدفع انك تجري وتلعب ويبقى عندك نفس لاخر ثانيه. يعني ده دايما، يعني انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين، فمن صغري متعود ان الحماس اللي بيدخل لنا من جمهور الاهلي هو ده رقم واحد عندنا. فطبعا اتمنى طبعا التواجد يزيد في المباراه اللي جايه ان شاء الله، ده يدينا دفعه ويدينا حافز ويدينا وحطنا تحت المسؤوليه اكتر، ان انت تطلع اللي عندك في الملعب، وتثبت لنفسك وتثبت للجمهور ان انتوا جايين نحتفل وجايين نوريكم حاجه كويسه في الملعب ان شاء الله.